المجتمع المدني له دور كبير جدا، يرافق ويستبق وايضا يكون في نفس درجه الاهتمام اللي تقوم به المؤسسات الموكله بانفاذ القانون وبمكافحه الارهاب والتطرف. المجتمع المدني دور استباقي اولا في نشر الوعي وايضا تعميم نشر الوعي من خلال التنوع تاعه، من خلال ايضا القاده الدينيين اللي عندهم ايضا امتداد ولديهم جمهور واسع من الذين يستطيعون ان يصنعوا هذه الاليه الوقائيه لتعزل التطرف وتعزل الارهاب. تعرفي ان الازمات العالميه المختلفه في الجانب الامني او الجانب السياسي والاقتصادي تفرز هشاشه للكثير من مكونات المجتمع على غرار الشباب، فلذلك حتى لا يستفرد تجار هذه الازمات مع هشاشه الشباب لابد ايضا على المجتمع المدني ان ينطلق في العمل على قضايا التنميه، لانها ستكون بمثابه الاجوبه التي ستفرز وتقدم كحصانه لتحقيق الاندماج الاقتصادي في الحياه العامه وبالتالي عزل التطرف وعزل الارهاب. فلذلك انا اعتقد ان المجتمع المدني لديه دور كبير جدا وفعال، والتجربه الجزائريه مع عشناها في مرحله التسعينات اعطت لنا صوره كبيره جدا نحتاج اننا نتقاسمها مع الدول الافريقيه ودول الساحل ودول عديده في العالم على دور المجتمع المدني الجزائري في كيفيه تفاعله مع الجمهور الجزائري، مع المواطنين الجزائريين، مع المجتمع الجزائري، مع الشباب في كيفية حمايته لعزل التطرف وعزل الإرهاب. أعتقد هذه التجارب تعتبر جيدة، واليوم الفرصة في هذا اللقاء لتقاسم التجارب الناجحة والجيدة بين الجزائر ودول الساحل ودول إفريقيا.